السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هاد الفيديو هذا في احسن الاحوال. رجاء انا خوتي الا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى عجبكم الفيديو بارطاجيو وخليوا لايك وتعليقكم في الموضوع. نبداو مباشرة في التفاصيل. نسولك واش هادشي صحيح؟ بصراحة بيان سور كاين واحد تقريبا اغاني ديالي كامله هاد العشر سنين الاخيره كانت عندها علاقه بك. صراحه ما متعودش انني نهضر على الحياه الشخصيه ديالي في البرامج ديال التلفازه، لان الناس كيعرفوا الفنان، الناس كيسمعوا بعض المرات الاغاني ديالي كيحسوا على ان كاين فيهم شي احساس، لان داك اللي كنت كنغني عليه وكنعبر عليه في الاغاني ديالي هو واحد الانسان. شتي علاقه حب وفشلات؟ خيانه صعيبه، ما عمرني هضرت عليها هاد الموضوع. هذا خيانه مشروعه. خيرا مشروعة هو من كتكون تعلق قضية بالزواج. هاد السيدة اللي تعرفت عليها أنايا كانت جمعني بها علاقة ديال 6 سنين. الأنتوراج ديالي كان يقولها المدام، كانت أول علاقة وكانت أول مرة غادي نتعرف عليها. كان دائما علاقة كانت مبنية على الاحترام، فبابيدي علاقتنا مزيانة وكل شيء بخير، حتى واحد النهار نتفاجأ أنها تزوجت بلا ما نعرف. كاملين أخوتي، شفنا مؤخرا رجوع حساب حمزة مونبيبي على الصفحة ديالته في الانستغرام واللي فيها ازيد من 874 الف مشترك. رجوع حمزة مونبيبي وتوعده بالانتقام من كل من سلطانة خصوصا والبقية، ويتوعد كذلك بفضح الفساد والمفسدين. وكنشوفوا ان اول شخص بدا به هو الفنان المغربي الدوزي. رجوع حمزة مونبيبي بدا بالفنان الدوزي بعد ما انتشر ليه واحد تسجيل صوتي في شهر رمضان وهو كيصلي بالناس. وهنا حمزة مونبيبي قال على انه لا يجب على مغني غير معتزل انه يصلي بالناس، وهذا الشيء دار واحد ضجه كبيره ما بين مؤيد ومعارض. كاين الناس اللي حببوا هذيك الفكره ديالت ان الفنان الدوزي يقيم الصلاه بالناس، وكاين الناس اللي عارضوا هذه الفكره وقالوا بانه لا يجوز لمغني انه يؤم الناس في الصلاه. ومن بعد هذه الضجه كاملها خرج الفنان الدوزي بواحد الفيديو وشرح بانه ماشي كيصلي بالناس في الجامع، وانما كان كيصلي في داره مع افراد الاسره ديالو، وشي حد هز هذا التسجيل هذا ورماه في السوشيال ميديا على انه الفنان الدوزي كيصلي بالناس في المسجد. ما عليناش، داز شهر رمضان، رشيد شو استقبل الدوزي في واحد الحلقه، وهنا رشيد العلالي سول الدوزي واش عمرك حبيتي، واش غادي تزوج، وسولو على المسائل العاطفيه ديالو. وهنا الفنان الدوزي جاوبو وقال ليه كنت كنبغي واحد السيده لمده 6 سنوات، وكلشي كان كيعرف بالعلاقه الجديه اللي بيني وبينها، وكانوا كيعيطوا ليها المدام ديال الدوزي. ولكن هاد السيده فجاه مشات وتزوجات بلا ما تعلمني، بلا ما تشرح ليا. وهنا الدوزي سمى هاد القضيه هادي خيانه مشروعه، والمغاربه بزاف تعاطفوا مع الفنان الدوزي وتعاطفوا في هاد القصه الحب الفاشله اللي مر منها، خصوصا انه كان كيحب واحد السيده لمده 6 سنوات اللي هي واحد المده زمنيه ماشي بالقصيره. وكاينه فئه ثانيه اللي لامت الدوزي كيفاش انه يربط معاه واحد السيده مده 6 سنوات بلا زواج بلا والو. ما عليناش، الصفحه ديال حمزه مونبيبي على الانستغرام شدات هذا اللقاء الصحفي ما بين الدوزي ورشيد شو، وعلقات عليه بان هذا الشيء كله كذوب، وان هذا السيد كيمثل على المغاربه، وانه كيروج لشي فيديو كليب غادي يديرو مستقبلا. وهنا فعلا واحد الشابه غادي تدخل على الخط، مغربيه اللي كتقطن بالديار الايطاليه، تواصلت مع حساب حمزه مونبيبي وهضرات معاه وشرحات ليه وقالت ليه راه انا هي السيده اللي كيهضر عليها الدوزي عند رشيد شو، وان الدوزي داكشي كامل اللي قالو راه كذوب ولا اساس له من الصحه. انا شابه مغربيه كانت كتربطني معاه علاقه حب لمده طويله، ولكن هاد السيد ها شنو دار، داكشي علاش انا تفرقت عليه. المهم حساب حمزه مونبيبي شد هاد المحادثه كاملها وحطها في واحد الفيديو على اليوتيوب، وكيشرح بان هذاك الشيء كامل اللي قال الدوزي كله كذوب. غادي نقول لكم دابا شنو اللي قالت هاد السيده هادي. فهذه شابه كما قلت لكم مغربيه اللي كتقطن بالديار الايطاليه، قالت ان الدوزي كذاب وخائن من الدرجه الاولى،
هي فعلا كانت معاه في علاقة حب مدة طويلة، ولكن دائما كانت كتكتشف الخيانة ديالته مع بزاف ديال البنات، ومن بينهم فتيات مؤثرات في السوشيال ميديا وذكرات على وجه الخصوص اليوتيوبرز ندى حاسي اللي قالت بأنها كانت كتجمعها علاقة غرامية مع الشاب الدوزي وغيرها من فتيات وفتيات. وهنا قررت هذه البنت هذه أنها تحبس علاقتها مع الفنان نظرا للخيانة ديالته المتكررة، ولكن الدوزي كتقول بأنه ما بغاش يتفرق عليها حيت خايف أنها تمشي تفضحه في الصحافة، وقرر أنه يبقى مراقبها ومراقب التحركات ديالها ومراقب البورتابل ديالها والنوامر ديالها كاملين، كيعرفها مع من كتواصل وشنو كتقول، يعني مهكر لها الهاتف النقال ديالها وكيعرف جميع الاتصالات ديالها. هنا في الأخير هاد البنت كتطالب من حمزة مونبيبي أنه يوقف معها باش يفضحه الدوزي وتوري الوجه الحقيقي ديالو المغاربة، وكتطالب من خلال هذوك الأوديوهات ديالها من الدوزي أنه ما يبقاش يهضر عليها في اللقاءات الصحفية ديالو، وما يبقاش يصور فيديو كليبات على العلاقة اللي كانت كتجمعها معاه. وهي وصفت هذه القضية هذه بأنه بغي يدير البوز على ظهرها وكيصور الفلوس على ظهر العلاقة اللي كانت كتجمع ما بيناتهم، وكتطالب منه أنه ما يبقاش يراقب لها التليفونات ديالها ويعطيها باتساع يمشي يعيش حياته ويخليها حتى هي تعيش حياتها. وكتقول على أنها كتعاني نفسانيا بسبب الدوزي، وعندها بزاف ديال الشواهد الطبية اللي كتظهر أن هاد السيدة كتعاني نفسانيا جراء هاد العلاقة ديال الحب الفاشلة، وأنها عملات جوج ديال الحوادث ديال السير بسبب المشاكل ديالتها مع الدوزي. وكتقول على أنها أيضا رافعة ليه دعوة قضائية إلى وقعت لها شي حاجة راه سببها غيكون هو الدوزي. وفي آخر المطاف كتقول بأنها كانت كتعاون الدوزي ماديا حتى تشهر، وكذلك كتقول بأنها هي السبب في حتى خدا الوسام الملكي. إذن أشنو رأيكم أخوتي في هذا الكلام كامل اللي قالت هاد السيدة هذه؟ واش كتصدقوا كلامها أو لا كتكذبوها؟ واش انتم مع الشاب الدوزي ولا انتم مع هاد الشابة المغربية التي تعيش بالديار الإيطالية واللي كتقول على أنها هي الفتاة اللي كتكلم عليها الدوزي في لقائه في برنامج راشيد شو؟ وحسب الرأي ديالي المتواضع واللي ما كان نلزم به حتى شي واحد، صعيب أنني نصدق الكلام هاد السيدة. أول شي بعدا أنا ما كان صدقش الكثير من الأشياء اللي كتحطها صفحات حمزة مونبيبي، وأنا ما كان نشجعش هاد الصفحة هذه بصفة نهائية وأنا ضدها بصفة نهائية، يعني صعيب أنني نعطي لهاد الصفحة هذه الإجرامية المصداقية، ما يمكنش. هاد الصفحة اللي كتشهر في عباد الله وكتحط الصور والفيديوهات ديال عباد الله بدون الإذن ديالهم، فصعيب أنني نعطيها واحد المصداقية. هذه من جهة. من جهة ثانية هاد البنت هذه إلا هي فعلا حبيبة الدوزي السابقة، علاش اللي ما اختارتش أنها تمشي تلتاجئ للصحافة الرسمية أو لا تمشي تلتاجئ للقضاء وتبان صوتا وصورة وتعطينا الوثائق والأدلة باش نصدقوا بأنها هي فعلا البنت اللي كيهضر عليها الدوزي عند راشيد شو؟ ومن جهة أخرى من بعد ما سمعت الأوديوات ديال هاد السيدة هذه، مع احتراماتي لها طبيعة الحال صعب أنني نصدقها لأنه ما كاينش شي دليل مادي اللي عطاته، ولكن كتجيني أن هاد السيدة عندها شي مشكل نفساني. كيفاش كتطلبي من الدوزي أنه ما يصورش كليب عليك والسيد كيغني، سيد مغني حرفته هي هادي، كيغني وكيصور فيديو كليبات، ماشي بالضرورة إلى صور فيديو كليب أنه كيهضر عليك أنت. سيد كيهضر على الحب، كيهضر على العلاقات، كيهضر على الغرام إلى غير ذلك، إذن ماشي بالضرورة غيكون كيهضر عليك أنت، كيهضر بصفة عامة وصافي. ومن جهة تانية راه ماشي هو اللي كيكتب الكلمات ديال الأغاني، وماشي هو اللي كيصور الفيديو، ماشي هو المخرج ديال الفيديو كليبات، راه كاينين الناس اللي كيكتبوا ليه الكلمات ديال الأغاني، وكاين مخرج اللي كيصور ليه فيديو كليب. هو براسو اعترف بهذه القضية أنه ماشي هو اللي كيدخل في الكلمات وماشي هو اللي كيدخل في الفيديو كليب، داكشي كيجي صدفة وصافي. من جهة أخرى كيفاش كتقولي أنه هاد السيد ما خصوش يهضر عليك وما خصوش يشهر بيك وهادشي كيأثر عليك انتي نفسانيا؟ ولكن من جهة راه الدوزي عمرو ما قال سميتك
وما عمرو ما نشر صوتك وحتى واحد ما كيعرفك ابنت الناس. حنا المغاربه ما كنعرفوكش، لا انتي شكونك ولا فين كتعيشي ولا شنو كنيتك ولا شنو هي تصويرتك، حتى واحد ما كيعرف عليك حتى شي حاجه. انتي اللي باغا تشهري براسك، وانتي اللي باغا تفضحي راسك، وانتي اللي باغا تجبدي المشاكل لراسك. دوزي عمرو ما جبد الهويه ديالتك ولا بين الصوره ديالك ولا هضر على الحيتيات ديال العلاقه اللي كانت كتجمع ما بيناتكم. هادشي الا كنتي فعلا انتي هي الشابه اللي كان كيهضر عليها. فما فهمتش انا، ما فهمتش هاد النقطه كيفاش كطلب هاد السيده من دوزي انه ما يصورش فيديو كليبات على العلاقه اللي كانت كتجمع ما بيناتهم. راه هذا فنان كيغني بحالو بحال جميع الفنانين اللي كيغنيو على الحب وعلى العلاقات، ماشي بالضروره الا صور فيديو كليب راه غيكون كيهضر عليك. كيهضر عامه سواء كان الفيديو كليب يعني القصه ديالته حزينه او لا قصه دراميه او لا كذا ولا كذا، ماشي بالضروره غيكون كيهضر عليك. حتى واحد ما كيعرفك، حتى واحد ما كان كيعرف الصوت ديالك. انت اللي هضرتي، انت اللي بينتي انك كتعيشي في الديار الايطاليه، وانت اللي سمعتينا الصوت ديالك، وحنا ما كنا كنعرفوا عليك حتى شي حاجه. اذا هذه اخوتي هي كانت اعترافات حبيبه الدوزي المفترضه، هذه الاعترافات اللي سلمتها لصفحه حمزه مومبيبي على الانستغرام، وهو نشرها بدوره في فيديو على صفحته باليوتيوب. اذا قولوا يا اخوتي، واش نتوما مصدقين هذه الروايه كاملها؟ واش نتوما مع هذه البنت او لا مع الدوزي او لا مع صفحه حمزه مومبيبي؟ شكون اللي كتصدقوا في هذا الشيء كامل؟ ما نزيدش نطول عليكم اكثر، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. انتظارا في مستجدات في هذا الموضوع ناتيكم به ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.